انه هنا المدعي بالحق المدني عنده مصلحه مباشره في الادانه. يبدو ان وبالتالي هو بيساعد النائب العام، النائب العام عمل تحقيقاته والمحامين بيبداوا يدعموا طبعا عدلي فايت الاول، اسماعيل الشاعر، حبيب العدلي، حسن عبد الرحمن، اسماعيل الشاعر انا ضبطت في الاول، اسامة المراسي. اسامة المراسي طبعا مش لابس ابيض ولا ازرق، انه مفرج عنه وكذلك الوحيد لابس ازرق هو حبيب العدلي. حبيب العدلي يلبس زي السجن لانه محكوم عليه يعني حتى عمر فرماوي ما فيش جريمه محدده للواء عمر فرماوي، يعني كل ما في الامر انه اخذ طلب منه ان يرسل قوات من اكتوبر فارسل القوات ولذلك اعتبر الجنحه علاء مبارك ومن خلفه والده علاء وجمال. حاول ان يقيم ستارا حول والدهما كما تلاحظ. يعني مصر يعني مش ليست لحظه تاريخيه بقدر ما هي كاننا في حلم. أنا أعتقد أن هذا المشهد سيخلد في ذاكرة المصريين عارف يعني إلى أجل كبير، وكما قلنا سيكون أيضا مؤشرا مهما لأي حاكم قادم. محكمة الرحمن الرحيم، اعتقاد انعقادك بقرارات. القضية الأولى 1227، قررت المحكمة استمرار نظر الدعوة بجلسة باكر إن شاء الله 4/8/2011 لفض الأحراز المشتملة عليها، وعلى النيابة إحضار المتهمين المحبوسين من السجن مع استمرار حبسهم، وتنبه المتهمين السادس والسابع بحضور الجلسة. القضية الأخرى 3642 قصر النيل، قررت المحكمة أولا استمرار نظر الدعوة بجلسة 15/8/2011 إن شاء الله، وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين الماثلين بتسليمه نسخة من كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية رقم 1227 سنة 2011 جنايات قصر النيل، كما صرحت للدفاع ذاته بتصوير صفحات محاضر استكواب المتهم الرابع جمال محمد حسني السيد مبارك، والتي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم للدفاع من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة. ثانيا، أمرت المحكمة بإيداع المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك بمستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها وتستلزمها حالته الصحية، مع السماح للفريق الطبي المرافق له باستمرار مرافقته ومتابعة حالته الصحية. وصرحت كطلب الدفاع للطبيب ياسر صلاح عبد القادر أستاذ علاج الأورام قسم الطب جامعة القاهرة بمتابعة حالته الصحية جنبا إلى جنب الفريق الطبي المرافق له كلما استلزم
الأمر ذلك. ثالثاً، على النيابة العامة إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. السادة، بعد رفع جلسة اليوم بهذه القرارات للمستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة، حيث أنه أعاد فصل القضيتين مرة أخرى على أن تكون غدا استئناف محاكمة حبيب العدلي ومعاونيه، وتستأنف محاكمة الرئيس السابق مبارك يوم 15 من هذا الشهر. كما أضافت هيئة المحكمة قرارها بنقل الرئيس السابق إلى المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية لمباشرة علاجه، والتصريح للطبيب المعالج بمرافقته قبل وبعد وأثناء الجلسة. وكانت النيابة العامة في جلستها وفي مرافعتها قد تضامنت مع أقوال المجني عليهم وهيئة الدفاع عن المجني عليهم في توجيه تهم القتل العمد للرئيس السابق والعدلي ونجلي الرئيس وحسين سالم. مشاهدينا، يعني هكذا نقلنا لحضراتكم وقائع الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس السابق المتهم محمد حسني السيد مبارك، حيث قررت هيئة المحكمة بعد دقائق من المداولة استمرار نظر الدعوة بالقضية الأولى، القضية 1227، بجلسة باكر غدا لفض الأحراز وإحضار، وألزمت النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم وإلزام المتهمين المفرج عنهما أيضا بالحضور. أما بخصوص القضية الكبرى إن صح التعبير، القضية 3642، فتم استمرار نظر الدعوة يوم 15/8 والاستجابة بطلبات الدفاع من نسخ القضية وإعطائهم نسخ وتصوير صفحات تحقيق المتهم الرابع المتهم جمال مبارك. وقررت المحكمة إيداع المتهم محمد حسني السيد مبارك بالمركز الطبي العالمي، وكلفت أحد أساتذة الأورام بمتابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعاون له. هكذا هي الدنيا، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الحياة كما عاينتها دولا من سره زمن ساءته أزمانه. لي سؤال محدد لضيفي الكريمين الأستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي، أستاذ حافظ أبو سعد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ حافظ، سؤال قانوني، يعني كده تم رفض هما الاثنين هما التلاتة، دي حاجة فعلا ريحتني نفسيا إلى حد ما، مستريح نفسيا. بنطلب بإعدام العدلي، بنطلب قصاص تام بالعدلي إن هو ياخد إعدام. ومحافظ السويس ده، محافظ السويس محمد سيف الدين جلال، المفروض ياخد إعدام إعدام إعدام. لا لا لا، موافق طبعا، يعني أنت شايف آراء الناس هنا كلها طبعا، يعني في المحاكمة هي محاكمة تاريخية طبعا، لم تحدث من قبل أن يوضع رئيس دولة في قفص الاتهام ويحاكم طبعا بضغط من الشعب ومن القوى الشعبية. هذه حاجة سيسجلها التاريخ، ويعني ستكتب في تاريخ الحكام المصريين، وإن شاء الله يعني ده سيكون في اعتبار الرؤساء القادمين الذين إن شاء الله يعني سيرشحون للانتخابات في الفترة القادمة. دي ستكون رسالة قوية في يعني الانتخابات القادمة. يعني أنا خلفي طبعا بعض الأصوات، أنا يمكن مش قادر أشتغل من هذه الأصوات التي تنادي بمحافظ السويس. أنا طبعا
صوت وصل وصل وصل. شكرا جزيلا لمحمد عاطف وشكرا طبعا لأهل السويس. يعني دلوقتي أستاذ مصطفى احنا عايزين نبعت رسالة لأهالي السويس، لأهالي القاهرة، لأهالي اسكندرية، لأهالي مصر عموما الذين ينتظرون محاكمات في اتجاهات عديدة. هل بعد هذا يعني نقول لهم يا جماعة طب نفسا إذا حكم القضاء؟ أولا أنا بعتبر أهالي السويس دول يعني أهلنا سواء كانوا صعيدة أو غير صعيدة، أنت عارف في تكتلات جنوية وسواجية كتير جو هناك يعني، إنما كل أبناء السويس سواء شرق أو صعيدة كل ما بشوفوا ناس جدعان بيقولوا إحنا لا السويس معروفة. فالحقيقة يعني كلهم من كل الفئات أبناء السويس دائما عبر تاريخ مصر طبعًا. يعني الحديث شوف 24 اكتوبر عملوا ايه، شوف المقاومه الشعبيه، شوف منظمه سيناء العربيه، شوف حتى في الفن، شوف الكابتن غزالي والمجموعه اللي كانت بتغني على السمسميه، شوف الشيخ حافظ سلامه، وحده غريبه جدا ما بين قوى المجتمع المدني وبين رموز الدين كانوا هم احد اسباب الانتصار الكبير. ناس لما غنت لبيوتها قالت لها استشهد تحتك وتعيشي انت يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. النهارده في الانتفاق في الثوره الاخيره كانت السويس من اكثر المناطق اشتعالا بقوه وبجساره وقدمت شهداء منذ اليوم الاول. يبدو فانا بعتقد ان ده كان هو خارج الوقت المبارك، كان احد السبل الاساسيه واحد المؤشرات الاساسيه على انتصار الثوره هو ما حدث في السويس منذ اليوم الاول. خلينا ننظر الى الصوره. هو مش عايزين يصوروا هنا بقى، دي نقطه يعني مش مظبوطه. مش عايزين يصوروا وهو خارج ينام على السرير، يعني لازم كان يبقى الناس برضو تشوف حالته وهو خارج. مفيش هي نقطه، هو مين اللي مش عايز يعني من صاحب القرار هنا في التصوير؟ كل ما اشوف الاشاره ما يعني للكاميرا بعدم التصوير يعني بالتاكيد ده هو بناء على رغبته طبعا. احنا مش يعني مش هنلزمه بدالك، احنا هنلزمه انه يكون جوه القفص مثلا على سبيل المثال. طب ما هو الاستاذ حافظ راح تورا ما تمكن، لم تلتقي الا لان هم رفضوا. احنا اول ما ذهبنا طلبنا من مدير بس اطمنت ان هم جوه. موجودين في لانه كمان بالصدفه واحنا موجودين جوه العنبر لقينا الاستاذ سلاب خالي جاي، هو احد المتهمين في قضيه موقعة الجمل، المحامي وكان جاي من زياره في الخارج. فيعني اكد لنا احنا كان على كل زنزانه في اسماء كل الموجودين فيها، فأشار إلى صحة إن هم موجودين وبيشوفهم وبيتخلقوا. أعتقد إن قال لنا شكوى منهم كمان. أعتقد إن القضية التي لن تقل جسامة عن هذه القضية وخطورة هي موقعة الجمل. موقعة الجمل طبعًا. لأنه هذه كانت يعني تدبير لضرب وقتل وإصابات، لأنك عندما تستخدم قنابل مولوتوف وتستخدم طوب اللي هو كسر الرخام وينقل بعربيات رسمية والرصاص الحي، يبقى معركة تستمر 12 ساعة. دي كان يعني بشكل قصدي وبشكل عمدي استهداف لقتل واسع النطاق للناس. طب أستاذ مصطفى أنا بستغرب في موقعة الجمل دي، يعني القضية المرتقبة المنتظرة، يعني لن أستغرب إن بعض المحسوبين أو أعضاء الحزب الوطني يكونوا متورطين فيها، ده دي شغلتهم وكان بيدافعوا عن وجودهم الأخير يعني. لكن أستغرب مثلا من واحد زي رجب هلال حميدة مش حزب وطن، إيه اللي مدخله يعني هو عموما إلى يعني إيه اللي مدخل الناس دي يعني أنا مش فاهم اللعبة كانت إزاي يعني. الحقيقة هو في السجن، لا قول يا أستاذ مصطفى في السجن ما حبش يتكلم. لا لكن احنا عشان نفهم الدنيا مش أنا قلت ده في البرلمان. لا قولونا بقى، أنا قلت ده في البرلمان. كثيرون كان يقولون أن احنا ضد الحزب الوطني، وهم الحقيقة كانوا يزايدوا على الحزب الوطني في أشياء ممارسات داخل البرلمان وخارج البرلمان. لكن أعتقد أنه ما فيش حد ربما يكون قدم إلا ما كان في شاهد او دليل. لا احنا ما بنتكلمش يعني كمسائل اجرائيه، يعني اكيد النيابه كان يعني دلائلها واضحه جدا. انا بتكلم على الالغاز اللي كانت موجوده في النظام السابق، يعني رجب هلال حميده الرجل الملتحي اللي هو سافر ايران، اللي مش عارف ايه الجريده بتاعته كان بيتقال ان هي بتاخد من او في النهايه تبع الحزب الوطني. انا مش فاهم القصه دي والله. يعني كل ما نتمناه بالفعل كل من ارتكب جرما في حق هذا الوطن لابد ان يحاسب بشكل او باخر. انت مش عايز تتكلم؟ يمكن لو كان قدامي كنت وجها لوجه وانا واجهته. هو شايفك اكيد دلوقتي وانا واجهته في مجلس الشعب، لكن الحقيقه هو دلوقتي في ظرف في السجن،
فيعني انا بحيل الامر للقضاء العادل والنزيه اللي هيقول هذا طب الشخص. طب احمد الفضالي مش في السجن وهو يعني في قدم بلاغ ليس متهم حتى الان كده لم يتم استدعائه حتى الان. هو في فيديو اتنشر موجود على اليوتيوب واظن انه كشف في احد البرامج الفضائيه بيظهر فيه هو موجود على الكوبري ومعاه حواليه ناس. هو بيقول لا انا كنت واقف كده. الاخرين بيقولوا لا ده كان بيدير الموضوع. حتى الان لم يتم استدعائه او الوصول للنتيجه معينه. وحتى الان يا استاذ حافظ لم يخرج المبارك من اكاديميه الشرطه؟ لا زال في الانتظار. واضح انه زي ما قال الاستاذ مصطفى بيسمح له بلقاء نجليه لانه في هذه اللحظه بيكون خاضع لكل تحركات المتهمين، خاضع لرئيس المحكمه. يعني لو انه المحامين عايزين يلتقوا بموكلهم بيستاذنوا من رئيس المحكمه انهم يلتقوا بموكلهم. ودي فرصة. يمكن له ان ياذن بلقاء المحامي بموكله في هذه اللحظات، بيديله ربع ساعه ونص ساعه. ايضا اذا اراد المتهم ان يلتقي بابنيه له الحق ان يطلب الاذن من رئيس المحكمه، وبالتالي ياذن له رئيس المحكمه بهذا اللقاء. وبالتالي حتى لو بعض الاهالي الموجودين في المحكمه طلبوا من رئيس المحكمة زيارتهم أو لقائهم يستطيع أن يأمر بهذا. وبالتالي أنا أعتقد أنه ما يحدث الآن هو تصريح من رئيس المحكمة، قد يكون تم التقدم بطلب مقابلة من المحامين أو زيارة أو لقاء بأبنائه. وفي هذه الحالة مؤكد أن هذا يتم بتصريح من رئيس المحكمة لأنه بيفرض سيطرته على المحكمة وعلى المتهمين أثناء وجودهم لغاية ما ينتقلوا إلى محبسهم أو مقر تواجدهم زي الرئيس المخلوع، يعني أنه مقره في طب أستاذ مصطفى، هل الجلسة القادمة ليوم 15/8 هل تتوقع أن تكون أيضا طويلة كهذه الجلسة، أن تكون ساخنة سنستمع إلى المرافعات؟ بالتأكيد، يعني أنا بعتقد في الجلسة هتبدأ بشهود الإثبات في البداية، وأنت عندك أفضل أحراز على مصر. أفضل أحراز وشهود الإثبات، أنت عندك عدد كبير جدا من شهود الإثبات. وبعدين ده أنا سامع رقم 6000 1631 شهد إثبات. كثير من الجنود، كثير من أهالي الشهداء، كثير من ممن تقدموا ببلدات عديدة ومتعددة. أعتقد أنه حنبقى قدام يعني أيام مقبلة فيها من الأحداث الكبيرة والمعلومات الكثيرة والمفاجآت الأكبر ما يعني يشيب له رأس الولدان كما يقولون. طب يعني خلينا قبل فترة هامة جدا قبل التوقعات نذكر مشاهدينا الكرام أنه بدأت في تقريبا في الساعة 10 من صباح اليوم جلسة المحاكمة الأولى للقضية الأكبر في تاريخ مصر، القضية التاريخية التي يحاكم بها الرئيس الأسبق أو المتهم الحالي محمد حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم كمتهم ثاني، ونجلاء الرئيس علاء وجمال مبارك كمتهمين ثالث ورابع، بالإضافة إلى وزير الداخلية الأسبق المسجون على ذمة إحدى القضايا حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه. كانت جلسة إجرائية، يعني استمع فيها رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة إلى طلبات هيئات الدفاع عن الحق المدني وعن المتهمين، وثم رفعت الجلسة للمداولة وخرج رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت يؤكد أن غدا سيتم استئناف أو الجلسة الثانية من القضية الأولى 1227، ثم القضية الثانية سوف يتم النظر فيها الجلسة الثانية يوم 15/8. احنا تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم حصريا من التلفزيون المصري. ينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ ضياء رشوان. أستاذ ضياء، كيف تابعت هذه الجلسة؟ يعني السؤال المشترك الآن بين كل من يمكن أن تقابلهم في الفضائية أو في الشارع، يعني تعليقك إيه على المحاكمة دي؟ الشيخ محمد الخير استاذ مصطفى اهلا وسهلا استاذ. يعني انتبه نوعين من المشاعر، طبعا المشاعر العامه عند كل المصريين، لان لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب.
وانه يعني لا يمكن ابدا يستمر الظلم الى ما لا نهايه، وان الشعب اذا يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. تمام. وانه القدر استجاب بالفعل الشعب المصري بام عينيه رئيسه السابق بداخل القفص وبجانبه كل من افسدوا الحياه في مصر وقتلوا المسلمين ليس في ميدان التحرير بل قتلوهم مرضا وفقرا وجهلا عبر 30 عام. هذا الشعور الاول. الشعور الثاني يجب ان اعبر عنه وبصراحه شديد. المحاكمه والاستاذ حافظ ابو سعده طبعا من يعني المحامين الكبار يعلم جيدا ان ما رايناه اليوم هو فقط مقدمه صغيره جدا 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 من سلسله طويله من الاجراءات والمحاكات التي يسمح بها قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات من فريق الدفاع، وهذا حقه. وفريق الدفاع كما راينا مثلا الاستاذ فريد الديب وهو المحامي عن المتهم الاول حسني مبارك انضم الى النيابه عندما طالب باحضار كل شهود الاثبات الذين ذكرت النيابه اسمائهم هم حوالي 1100. طبعا ليس فقط بهدف تعطيل الدعوه ولكن ايضا بهدف استجواب هؤلاء الشهود والانتقاص من قيمه شهادتهم، وهو امر كما نعلم جميعا يفسر دائما لصالح المتهم في محاكم. لكن يا استاذ ضياء يعني ليس امامنا الا او اظن يعني ليس امامنا الا الاستجابه لهذا المطلب. لا، لكن امامنا هناك استجابه اخرى، لان هذه المحاكمه في رايي فيها مخاطر. مخاطر سياسيه ناتجه عن ان هذه الاجراءات ستطول، ومحاكم الجنايات في مصر ستضطر، محكمه ستضطر هذه الدائره الى اعطاء محامي الدفاع كل ما يطلبونه من طلبات، والا سيكون مصير الحكم والنقد في محكمه المصر. استاذ ضياء بس يعني لحظه بس، السياره دلوقتي تحركت، واضح ان فيها الرئيس السابق المتهم الحالي حسني مبارك، تحركت من اكاديميه الشرطه. طبعا ما شفناش نقل السرير الى داخل السياره، وهي الان تتحرك، مش عارفين بقى تنتقل ازاي، بالسياره هيتم السير حتى المركز الطبي العالمي ولا بطائره هليكوبتر؟ طائره بالتاكيد. استاذ ضياء اتفضل معلش. نعم، فانا بقول انه الحقيقه الخطر الاول ناتج عن انه هذه المحكمه ستعطي الفرصه، والفرصه ستكون طويله، ولدينا مئات من الشهداء والاف من الجرحى، كل هؤلاء لديهم شهود اثبات وشهود نفي، لدينا الطب الشرعي ولدينا فحص الاحراز ولدينا تناقض الاقوال، بمعنى اخر المحاكمه ستطول، هذا من الناحيه القانونيه امر طبيعي حتى لو فرغت الدائره وهي متفرغه. طب ده من الناحيه القانونيه امر طبيعي، لكن انعكاسه على الشارع الذي لا يهدأ. هذه هي الخطوره. وبالتالي الشارع سيبدا في الملل، سيبدا في التساؤل. الشارع لا يهمه كثير التفاصيل القانونيه، هو يريد القصاص في النهايه، ومن ثم من الوارد ان تبدا بعض الاشاعات والاقاويل حول ان هناك تواطؤ وان هناك تباطؤ وان 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 هذا يعني بعد الظهور، بعد الظهور في القفص يمكن ان نسمع كلمه تواطؤ مره اخرى؟ نعم، يمكن ان نسمعها سواء من ثوار متحمسين اكثر من اللازم او من الراغبين في افساد الثوره. وفي كل الاحوال في تقديري ان هذا الامر وارد. الأمر الثاني أنه حتى إذا ما طالت المحاكمة وستطول كثيرا، هناك لدى المتهمين جميعا فرصة لنقض هذا الحكم، والنقض أيضا بدوره يحتاج إلى إجراءات. ومن ثم فعلينا أحد أمرين الآن، إما أن نهيئ الرأي العام لمثل هذه المرحلة الطويلة من الإجراءات في المحكمة الجنائية أو في النقض حتى لا نفاجأ بثورة غضب ثانية وثالثة ورابعة، أو أن نأخذ السبيل الثاني والذي أنا كنت شخصيا من الداعين إليه منذ بداية الثورة، اللي هو وأن حسني مبارك وكل المسؤولين سياسيا عن حكم مصر خلال الأعوام الثلاثين الماضية لا يمكن أن تختصر جرائمهم في قتل بعض الشهداء أو إصابة البعض الآخر في ثلاثة أيام منذ 25 إلى 28 يناير 2011. حسني مبارك حكم 30 عاما، قتل فيها بحكمه وبسياساته آلاف بل ملايين المصريين. يعني إذا أستاذ ضياء، يعني إحنا معانا 30 سنة من الجرائم. نعم. أنا طيب التعامل مع هذه الجرائم أيضا إزاي؟ أنا هو برضه محاكمة. أمثلة عشان نقول إزاي، يعني مثلا وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي صرح قبل يومين بأنه هناك 40,000 مريض كبد توفى في مصر العام الماضي. أنا هفترض إن المعدل هو 20,000 بس سنويا. يعني عندنا اكثر من 600,000 مريض كبد توفى في مصر في عهد حسني مبارك.
بالاضافه لمرضى الكلى، بالاضافه لمرضى اطفال السرطان، بالاضافه ايضا استاذ ضياء. طبعا انا ما بقطعكش ولا حاجه، لكن الصوره هي من تقاطعنا. لو التلفزيون قدام حضرتك الان، نعم يعني واضح ان المتهمين خارجين وهذه لحظات تنتظرها مئات الاسر او ربما الاف ملايين المصريين، خاصه مئات الاسر التي عندها شهيد او مصاب. نعم. سيارات المصفحة اللي هتنقلهم من أكاديمية الشرطة وحتى سجن الطرة. نعم أراه. تفضل يا أستاذ ضياء. نعم. فأنا أقول إنه مثلا هذه الجرائم لا يمكن أن تنظرها هذه المحكمة، لا يمكن إثباتها. طب يبقى المحكمة إيه؟ محكمة ثورية؟ أعطيك مثالا آخر حتى تصل معي إلى هذه النتيجة. كيف يمكن أن نحاكم حسني مبارك أو أحمد عز أو جمال مبارك على تزوير انتخابات 2010؟ قانون العقوبات، ما هو قالوا هيصحوا قانون الغدر. اذا قانون الغدر لا يحاكم الا بالعزل السياسي، ما بيح بيحبس، لا يحبس. وبالتالي انا ادعو وادعوت ولا زلت متمسك بهذا الراي، ان كل من تولى مسؤوليه سياسيه رئيسيه في بحكم الدستور والقانون، او تولى مسؤوليه حزبيه وايضا بحكم الدستور والقانون خلال فتره حكم حسني مبارك، يجب ان يحال الى محكمه استثنائيه تصدر احكاما ما دون الاعدام، وانه تكون هذه المحكمه قائمه لمده عام او عامين كفتره انتقاليه، وتشكل من قضاه طبيعيين، قضاه عاديين، على ان يعطى المدانون من هذه المحكمه حق النقد او الاستئناف بعد انتهاء الفتره الانتقاليه. يعني بالبلدي نقلب الايه، محكمه استثنائيه تصدر احكام عليهم انطلاقا من مسؤوليتهم السياسيه، ثم لهم الحق في ان ينقضوا او يستأنفوا هذه الاحكام عن الطريق الطبيعي اللي هو يطول بقى، مش احنا ننتظر ان الطريق الطبيعي يطول. حبيب العدلي خارج بيسلم على الناس وبيضحك. ترى حبيب العدلي خارج قدامنا اهو بيسلم على الناس. ثم استاذ ضياء انا مع حضرتك، بس انا يعني بقطع عشان الصوره فقط. استاذ ضياء الراي اللي حضرتك بتقوله، في ناس كتير قالته ان ما نريح دماغنا بدل ما عمالين نشكك في القضاء وعمالين نقول فلان متواطئ او الجهه الفلانيه متاخره او متلكئه في المساله، ما محكمه ثوريه وخلص بقى الليله ونفضى. انا بقول محكمه ثوريه استثنائيه. معلش تاني يا استاذ ضياء، علاء مبارك. علاء مبارك. بيقفل على الكاميرا لا اله الا الله. وادي جمال مبارك. وادي جمال رئيس مصر المجهض استاذ ضياء، يعني سبحان المعز المذل. نعم نعم، سبحان المعز طبعا طبعا، سبحان الله عدلي فايد كان ماسك الامن العام، حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدوله السابق، احمد رمزي ده يا استاذ مصطفى صح، رئيس الامن قطاع الامن المركزي، اسماعيل الشاعر مدير امن القاهره، اسماعيل الشاعر كان اسمه يردد في كل مباراه كره قدم، كل المعلقين طبعا كل المعلقين طبعا. تفضل يا استاذ ضياء، انا اسف يعني. عفوا لا، الصوره تستحق يعني ان نتاملها اكثر من اي تعليق الحقيقه، لكن هذه الصوره ايضا ترتبط بما قلته. لك ان تتصور يا استاذ محمد ان هؤلاء وببعض الاجراءات الخاطئه في المحاكمه او ببعض التناقض بين اقوال الشهود او بمحكمه النقض، يمكن لهؤلاء جميعا ان يخرجوا ابرياء بدون اي فدان. تمام. كيف يمكن ان يكون رد الفعل علاء وجمال مبارك؟ كيف يمكن ادخالهم في قضيه قتل متظاهرين في الناحيه الجنائيه؟ لا يوجد اي شيء. ينتهي الامر بالاستيلاء على اموال من حسين سالم، في حين ان ما قام به جمال مبارك في مصر هو تخريب كامل لمصر، سواء من حيث من زاويه نخبتها او من زاويه جماهيرها. انا اعتقد ان الثوره بحاجه ومن حقها ومن حق الناس الغلابه اللي في كل حته في مصر منتظرين الامل من هذه الثوره، ان يشعروا بان هناك عداله ناجزه وسريعه، وهي عداله استثنائيه. اذا نحن بين طريقين، اما ان نهيئ الراي العام لتقبل احكام القضاء ايا كانت وموعدها ايما تاخرت، او ان
نلجأ إلى محاكم استثنائية. أستاذ ضياء رشوان شكرا جزيلا لك. هنروح اسكندرية سريعا. يعني واضح أنه كان في زيارات لأسر المتهمين جميعا. معنا مفادنا في اسكندرية حمادة العربي. حمادة، كيف استقبل أهالينا في اسكندرية هذه المحاكمة؟ المواطنون في مدينة الإسكندرية استقبلوا المحاكمة منذ الصباح الباكر، حيث خلت الإسكندرية جميعها من المترددين على المحال التجارية أو المترددين والمتجولين في شوارعها. لذلك تشهد الإسكندرية حالة من الهدوء، الهدوء الذي يسود جميع الأماكن نتيجة لمتابعة جميع الجماهير والمواطنين لأحداث المحاكمة التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وحول تداعيات وما حدث في الجلسة وتقديم طلبات الدفوع والمحامين بالحق المدني، كذلك تابع المواطنون عن كثب تواجد الرئيس مبارك في قفص الاتهام داخل المحاكمة. لذلك نستعرض انطباع المواطنين عما رأوه معنا المنسق الإعلامي للشباب لائتلاف شباب الثورة بمدينة الإسكندرية الأستاذ محمد حمائي. يتفضل معنا على الهواء مباشرة لنعرف معه رد فعل الاتحاد و لائتلاف شباب الثورة عن المحاكمة التي كانت فضل. اليوم نتعرف بحضرتك. مهندس أحمد الحمامي، منسق الإعلامي والعام لائتلاف شباب الثورة.